الله يبارك. الله كان لنا شرف أننا شاركنا أمهاتنا وأبائنا مقيمين دار المسنين، شاركناهم هذا الإفطار الجماعي، ونتمنى لهم إن شاء الله عمر طويل وصحة والعافية، وربي يتقبل من الجميع الصيام والقيام ومن مجهودات باتجاه هذه الفئة الهشة اللي تستدعي منا كل خير، وتستدعي منا كذلك أن نكون بجنبهم في كل الظروف. إذن شكرا لكل السيدات والسادة القائمين على هذا القطاع، وشكرا كذلك للحضور اليوم، كانت اليوم حاضرة، وما هو إلا دليل على روح المسؤولية وروح كذلك المسؤولة لمشاركة أبائنا وأمهاتنا هذا اليوم بحول الله. شكرا جزيلا. أولا نغتنم الفرصة باش نهني كل الحاضرين والمشاركين على حضورهم اليوم هذه مأدبة الإفطار الجماعية على شرف المقيمات والمقيمين. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.